الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله المشاهدين الكرام، أخوكم بندر الهجن، مدير عام البرامج في أكاديمية مسك. مرحبا بكم في هذا اللقاء من سلسلة لقاءات One Hour، ساعة نقاش، اللي تقيمها أكاديمية مسك بالمناقشة مواضيع مختلفة هي محل اهتمام المختصين في سوق العمل. احنا الآن كما زي ما تعرفين ان رسالة أكاديمية مسك هي تمكين الشباب السعودي من اكتساب المهارات اللي يتطلبها سوق العمل في مجال التقنية والوسائط الرقمية الإبداعية وتطوير القيادات القادرة على تنفيذ برامج التحول مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة. وقد تمكنت الأكاديمية من تدريب أكثر من 12 ألف سعودي وسعودية ولله الحمد في هذه المجالات خلال العامين الماضيين، ونفخر أنه أكثر من 65% من خريجي أكاديمية مسك يحققون تقدم وظيفي خلال 6 أشهر من تخرجهم من البرامج في أكاديمية مسك. وقد خصصنا هذه اللقاءات لمناقشة المواضيع ذات العلاقة بشكل محدد وواضح لمدة ساعة واحدة مختصرة نستضيف فيها أصحاب الاختصاص والخبرة والتجربة. موضوعنا اليوم هو دراسة احتياجات سوق العمل السعودي، وبالتالي ساعة النقاش اليوم تعتبر حلقة خاصة الحقيقة. نريد من خلالها الإعلان عن هذه الدراسة اللي قامت بها أكاديمية مسك بالتعاون مع ضيوفنا الكرام من شركة Strategic Gears السعودية. ويسعدني أخبر مشاهدينا الكرام أن الدراسة الآن متوفرة على موقع أكاديمية مسك، وتقدروا تحملونها للاطلاع عليها بالكامل. الدراسة متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، وأتمنى من الجميع من جميع مشاهدينا الاطلاع عليها ومشاركة رابط الدراسة مع الجميع لتعم الفائدة بإذن الله. ونشارككم إن شاء الله رابط الدراسة في نهاية اللقاء اليوم. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الدراسة ونتعرف على أخوي حاتم وأختي فاطمة، أحب أعطي نبذة مختصرة جداً عن أكاديمية مسك، وأعتقد هذا مهم لأنه بيساعدنا في فهم أهمية هذه الدراسة في سياق سواء كانت الأهداف اللي نبغى نحققها في رؤية المملكة 2030 أو بشكل عام لتحديد أو تحقيق مستهدفات أهداف أو رسالة مؤسسة مسك. يعتبر تحقيق اقتصاد مزدهر أحد الركائز الثلاثة لرؤية المملكة 2030، وفي هدفين رئيسيين لهذه الركيزة. الأول تنويع الاقتصاد بمعنى تقليل الاعتماد على العائدات النفطية، والثاني هو تعزيز فرص العمل المتاحة للمواطنين السعوديين. وفي دراسة أجرتها مؤسسة مسك مع أي تي كيرني في الربع الأول من عام 2019، بينت أنه أكثر من 64% من السعوديين العاطلين عن العمل ينتمون للفئة العمرية ما بين 20 إلى 29، و53% منهم يحملون شهادة جامعية. وهناك كذلك مؤشرات واضحة على وجود فجوة في المهارات، خاصة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات والمهارات الشخصية كذلك. والحكومة السعودية اتخذت مجموعة من الخطوات للتعامل مع تحديات البطالة في المملكة، مثل برنامج السعودة، نطاقات، واستحداث عدد كبير من الوظائف من خلال برنامج جودة الحياة والخصخصة، والمشاريع الكبرى مثل اليوم والقدية وغيرها. عشان نسد بعض الفجوات بين التعليم ومتطلبات سوق العمل كخطوة أساسية في تحقيق اقتصاد مزدهر، تم تأسيس أكاديمية مسك في 2018 لمهمة خاصة. هذه المهمة هي تسريع الجاهزية الوظيفية لدى الشباب السعودي من خلال دورات تطبيقية تعكس الخبرات اللي يقدمها المحترفين أصحاب الخبرة في التطوير الوظيفي والأهلية للعمل. وبالتالي من الشروط الأساسية في اختيار أو تطوير أي برنامج أو أي دورة عندنا في أكاديمية مسك هو ارتباط واضح للمحتوى مع احتياجات سوق العمل. ولذلك كان من المهم إجراء دراسة تركز على هذا السؤال، تفيدني أنا قبل غيري وش المهارات اللي مفروض نركز عليها في أكاديمية مسك اليوم وفي المستقبل القريب،
وبالتالي نقدر نصمم برامجنا بناء على هذه الأولويات. احنا ودنا نغطي كل شيء، بس لابد من اتخاذ قرارات قد تكون صعبة في التركيز على تخصصات وعدم التركيز على تخصصات أخرى. إذن الهدف من الدراسة هو توفير معلومات حول القطاعات والوظائف والمهارات والمؤهلات اللي بتساهم في توفير أكبر قدر ممكن من الفرص في السنوات القادمة بإذن الله. طيب قبل ما ننتقل ودنا بس نحدد من اللي بيستفيد من هذه الدراسة. أولاً الطلاب والمهنيين الشباب عشان يتخذون قرارات مدروسة في الدورات اللي يشاركون فيها وكيفية اختيار التخصصات اللي تفيدهم فعلاً في حياتهم المهنية. ثانياً جهات التعليم والتدريب، جهات التعليم والتدريب الوظيفي عشان يتمكنون من تحديد المهارات والمؤهلات اللي فعلاً يبحث عنها أصحاب العمل. وثالثاً أصحاب العمل نفسهم عشان نزودهم بالمعلومات اللي يتمكنهم من تصميم برامج تدريبية داخلية تركز على المهارات الأساسية المطلوبة لتعزيز تنافسية شركاتهم في السوق السعودي. طيب قبل ما ندخل في تفاصيل الدراسة أحب أعرف المشاهدين ضيوفنا الكرام اللي كان لهم دور في كبير صراحة في تنفيذ البحث والدراسة معنا في أكاديمية مسك. أخوي حاتم جمال شريك في Strategic Gears شركة سعودية رائدة في الاستشارات الإدارية. اكتسب حاتم خبرات واسعة لأكثر من 10 سنوات في مجالات مختلفة خلال مسيرته في تطوير المنتجات والبرامج، تطوير الاستراتيجيات، بالإضافة إلى التحليل المالي والتخطيط والمحاسبة والضرائب. واكتسب حاتم خبراته من خلال عمله كمستشار لجهات مختلفة مثل وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وحدة المشتريات الاستراتيجية، الشركة السعودية للسكك الحديدية وغيرها. عمل حاتم مسبقاً في Procter & Gamble لإدارة العلامات التجارية العالمية في أسواق مختلفة في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا. يحمل حاتم شهادة بكالوريوس مع مرتبة الشرف في تخصص المالية والاقتصاد من كلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. حياك الله أخوي حاتم معنا في ساعة حوار. يعطيك العافية دكتور بندر، تشرفنا بيك وبالأخوان المتابعين. حياك الله. وأختي فاطمة المبارك مستشارة في شركة Strategic Gears. تملك فاطمة أكثر من 6 سنوات خبرة في المبيعات وإدارة العمليات على مستوى المملكة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والمواصلات، وعملت لدى شركات ناشئة في القطاع الخاص منها يونيفونيك وكريم، بالإضافة إلى خبرة في الإدارة العامة وإدارة التغيير. حصلت أخت فاطمة على درجة الماجستير في السياسة العامة والإدارة من جامعة غلاسكو البريطانية، بالإضافة إلى بكالوريوس في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب من جامعة تكساس A&M. حياك الله أختي فاطمة. أهلاً وحيك. يمكن الأوديو شوي مو واضح من عندك، احنا سوينا تست بس يمكن بس تقربي على المايك. الله يحفظك. فأرجع أبغى يعني بس أرحب فيكم ضيوفي الكرام في ساعة نقاش. وتنويه سريع يمكن بس للجمهور الكريم أنه بإمكانكم تشاركونا بأسئلتكم من خلال كتابة السؤال في خانة الـ Q&A اللي موجودة في أسفل الشاشة. نرحب حقيقة بأسئلتكم، وحنا كمان بنطرح عليكم سؤال أو سؤالين بشكل استطاع تفاعلي خفيف وسريع في الزوم عشان نعرف مرئياتكم حول هذا الموضوع الحيوي إن شاء الله. فإذا كان عندكم في أي وقت سؤال ممكن تطرحوه إن شاء الله في زي ما قلنا في خانة الـ Q&A في وسط الشاشة. طيب بسم الله نبدأ المنهجية. أخوي حاتم أكيد الدراسة أول شيء تعتمد على المنهجية اللي إحنا يعني اتبعناها، وإحنا يعني أحب بس أوضح للجمهور كيف كان المدخلات اللي أو المعلومات وكيف تم تجميع المصادر والجهات لهذه الدراسة. ما هي المنهجية اللي اتبعناها في هذه الدراسة؟ طيب أولا أحب أشكر أكاديمية مسك دكتور بندر على هذه الاستضافة، ورحب برضو بالأخوان المتابعين، أتمنى أنهم يستفيدوا من اللقاء ويعود عليهم بالنفع إن شاء الله. طبعا الدراسة اللي تكلم عنها الدكتور بندر كان لها 3 أهداف رئيسية. الهدف الأول تحليل سوق العمل السعودي
والخروج بالقطاعات الواعدة اللي فيها نمو في فرص التوظيف، وأيضا تحديد الوظائف اللي هيكون عليها طلب في هذه القطاعات في الفترة القادمة، وأخيرا المهارات المطلوبة للقيام بهذه الوظائف في القطاعات الواعدة. عشان يمكن أسهل للإخوان المتابعين تصور الدراسة، بدأنا من أعلى مستوى بتحديد القطاعات الواعدة، دخلنا وحللنا في القطاعات الواعدة الوظائف المطلوبة حاليا واللي حيكون عليها الطلب عالي الفترة القادمة، وأخيرا إيش المهارات اللي بتمكن الباحثين عن العمل بالقيام بالوظائف المطلوبة. طبعا ليش مهم لينا نعرف القطاعات والوظائف والمهارات؟ طبعا زي ما تفضل الدكتور بندر، أكاديمية مسك بتقوم بهدف سامي جدا، وهو إعطاء دورات للباحثين عن العمل في المجالات اللي فيها إقبال أو رغبة من الشركات في توظيف الباحثين عن العمل، لتسهيل التحاقهم بهذه الأعمال. طبعا يعني ما شاء الله تبارك الله عمل مبهر، الغالبية العظمى إذا ما كان الكل، ودكتور بندر يقدر يصلح لي، خلال 6 شهور يتمكنوا من الحصول على وظائف، وهذا طبعا دليل نجاح باهر. فالهدف من معرفة هذه المهارات هو بناء دورات تدريبية من خلال مسك، تعطي باحثين عن العمل فرصة للتدرب على المهارات المطلوبة في سوق العمل وتوجيههم لها. فعشان نوصل لمخرجات هذه الدراسة اللي هنتكلم عليها اليوم، احتجنا أولا ندرس أفضل الممارسات العالمية في مجال المهارات المطلوبة في قطاع العمل سواء في المملكة أو خارج المملكة. قمنا بالعديد من المقابلات وورش العمل مع مدراء توظيف من القطاع الخاص، أكثر من 50 شركة من جميع القطاعات اللي استهدفناها. قمنا بتحليل بيانات، سواء بيانات سوق العمل، تحليل القطاعات، عدد الوظائف الموجودة. قمنا بتحليل job openings أو الفرص الوظيفية الموجودة في منصات التوظيف، عشان نخرج بخلاصة هذا التقرير اللي يعني بإذن الله في هذا اللقاء هنعطي الأخوة المتابعين ملخص بسيط له، ولكن يقدروا يطلعوا عليه عن طريق موقع أكاديمية مسك. فهذا بشكل مختصر الهدف من الدراسة والمنهجية اللي اتبعناها للخروج بالنتائج. فالحمد لله يعني كان عمل يعني مكثف على مدار 4 شهور، إن شاء الله النتائج تلاقي استحسانها بإذن الله. وإحنا كان عندنا كم شركة اللي هي طبعاً من القطاع الخاص اللي شاركوا معنا؟ يعني إحنا استهدفنا طبعاً زي ما برضو تفضلت دكتور بندر، إحنا الواحد يطمح إنه يقدم دورات ويقدم مساعدات في كل القطاعات، ولكن جزء من دراستنا إحنا حبينا نركز على الـ5 قطاعات الأعلى، وبالأعلى نتكلم اللي عليها طلب أعلى. واستضفنا وقابلنا 50 شركة من القطاع الخاص في هذه الـ5 قطاعات. جميل، ممتاز. طيب يعني زي عشان بس نوضح مرة أخرى، إحنا عندنا زي هذه الدراسة نتعامل على مستويات مختلفة من التحليل. عندك المستوى الأول اللي هو القطاعات، ثم الوظائف، ثم المهارات والمؤهلات. خلونا نبدأ بالقطاعات. إحنا عارفين إن هناك 18 قطاع في المملكة. تم اختيار 5 منها للتركيز في، طبعا بناء على معايير معينه. كيف تم تحديد القطاعات الخمسه هذه؟ سؤال ممتاز. طبعا زي ما تفضلت، احنا حللنا جميع القطاعات الموجوده في سوق العمل السعودي اللي هي 18 قطاع بحسب تصنيف وزاره التجاره، وكان عندنا معايير معينة، 5 معايير تحديدا لتحديد القطاعات اللي فيها اللي حيكون فيها أعلى نسبة من الفرص في الأعوام القادمة. المعيار الأول كان عدد الوظائف الموجودة حاليا في القطاع والنمو المتوقع. طبعا النمو المتوقع تم دراسته بناء على المشاريع الحالية القائمة والمستهدفة من خلال رؤية المملكة وبرامج التحول الوطني والبرامج الأخرى للرؤية بخلق قطاعات وفرص واعدة. فكل ما كان عندنا قطاع في فرص وظيفية عالية والنمو فيه المتوقع عالي،
كنا بنستهدف الدراسة بشكل أعلى. النقطة الثانية نسبة حجم القطاع من الناتج المحلي الإجمالي، كلما كان القطاع وزنه كبير من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة كان في تركيز أعلى عليه. النقطة الثالثة كانت معدل الرواتب، قمنا برضو بتحليل البيانات جميع القطاعات ودراسة معدل الرواتب للوظائف الموجودة، كل ما كان القطاع معدل الرواتب مرتفع كل ما كان تركيزنا عليه أعلى لتوفير وظائف للباحثين عن العمل السعوديين برواتب متوسطة أو أعلى من المتوسطة. النقطة الرابعة التمركز القطاع في منطقة إدارية معينة، هذه بالعكس كلما كان الفرص الوظيفية للقطاع هذا متوزعة على جميع مناطق المملكة كنا بنستهدف بشكل أكبر. والمعيار الأخير هو معيار يعني أكثر من معيار نوعي، منها توافق الفرص المتاحة في هذا القطاع مع استراتيجية أكاديمية مصر، وأيضا جاذبية القطاع للباحثين عن العمل السعوديين للعمل فيه. حللنا هذه الخمس معايير وبناء عليها طلعنا بخمس قطاعات، وهي كانت قطاعات التركيز في هذه الدراسة، اللي هي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع النقل والتخزين، الجملة والتجزئة، قطاع المالية والتأمين، وأخيرا قطاع التصنيع. فكانت هذه الخمس قطاعات هي قطاعات التركيز في الدراسة اللي حللناها، خرجنا بالفرص الوظيفية الموجودة فيها والمهارات المطلوبة للعمل في هذه القطاعات. طيب ممكن أخوي حاتم، هل يعني هذا السؤال اللي يطرح نفسه الآن 18 قطاع خمس قطاعات، هل هذا معناه أن القطاعات الثانية أقل أهمية؟ أكيد لا، أكيد لا، وهذه نقطة مهمة برضو نوضحها للمتابعين جميعا. القطاعات هذه الخمسة كانت القطاعات الأعلى في التقييم بناء على المعايير اللي ذكرناها، فلا يعني أبدا أن القطاعات الأخرى أقل أهمية أبدا، ولا يعني أنه ما فيها فرص، أكيد فيها فرص، ولكن هذه الخمس قطاعات بناء على تحليلنا اللي كان فيها كان يعني أعلى تقييم بناء على المعايير الخمسة، واللي كان فيها أعلى نسبة من الفرص الوظيفية سواء حاليا أو في المستقبل. فشكرا على السؤال، مهم نوضح قطاعات جميعها مهمة ولكن هذه الخمسة الأعلى. نعم، وقد ممكن نعتبرها أنه هذه خلينا نقول هي الموجة الأولى اللي إحنا نركز عليها في الوقت الراهن. وإحنا فعلا يعني أنا أذكر في عملية البحث أن إحنا حاولنا مع المشاركين أنه إحنا يعني كان في طبعا نظرة للمستقبل، بس كان التركيز على الاحتياجات الراهنة، وش الأشياء اللي الآن لها أو أكبر أولوية لكم أنتم يا مدراء الموارد البشرية، وش وين عندكم أكبر تحديات أساس أن نخدمكم بشكل أفضل من خلال برامجنا إن شاء الله. ممتاز. صحيح. طيب أنتقل الآن يمكن المحور الثاني اللي هو مخرجات الدراسة، وأوجه السؤال أختي فاطمة، هل ممكن تلخصي لي لو سمحتي أبرز نتائج هذه الدراسة من ناحية القطاعات والوظائف والمهارات؟ صوتي واضح أول شيء الآن؟ أي الحين أوضح شوي. ممتاز. ممتاز. أوكي، شكرا دكتور بندر على السؤال. طيب زي ما تفضلتوا الدراسة كانت على ثلاث مستويات. المستوى الأول كان هو تحديد القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لنا في هذه الدراسة واللي راح توفر وظائف في المستقبل إن شاء الله. طبعا القطاعات كما ذكر حاتم هي النقل والتخزين، الأنشطة المالية والتأمين، قطاع المعلومات والاتصالات، قطاع التجارة البيع والتجزئة، البيع بالتجزئة، وكمان الصناعات أو التصنيع. فكانت هذه نقطة الانطلاق بالنسبة لنا أنه نبدأ بالتركيز على هذه الخمس قطاعات، وبناء عليه تم عمل مقابلات أولية، ورشة عمل ومقابلات نهائية. كان الحقيقة فيها الكثير من الأسئلة لمدراء الموارد البشرية، وأشكرهم جميعاً يعني إذا كانوا حاضرين معنا اليوم على صبرهم معنا وكل المعلومات القيمة اللي أعطونا إياها. بس يمكن التركيز الأكبر كان على إيش الوظائف اللي أنتوا اليوم محتاجينها، ونحاول نفهم وين الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل. بمعنى أنا اليوم محتاجة في قطاع التأمين أي وظائف، أنا اليوم محتاجة في قطاع الاتصالات أي وظائف، طب هذه الوظائف هل اليوم المشكلة أنه أنا ما في لها يعني ما في شباب في سوق العمل مؤهلين بصورة كافية، ولا يوجد شباب ولكن العدد لا يكفي للمواءمة بين العرض والطلب؟
فيمكن هذه كانت أبرز المحاور. وبعدها طبعاً تطرقنا إلى نقطة اللي هي المهارات اللي نحتاجها على أساس أنه تؤهل الشباب للدخول في هذه الوظائف. فتقريباً من خلال ورشة العمل والمقابلات حاولنا أنه نجمع أكبر عدد من الوظائف صراحةً، وصلنا ليمكن أكثر من 100 وظيفة تم ذكرها خلال المقابلات ورشة العمل. طبعاً هذا 100 وظيفة هو عدد كبير، وإحنا كنا حابين في هذه الدراسة أنه كل ما كان التركيز، كل ما كنا سبيسيفيك، كل ما كنا محددين في التوجه، كل ما كان أفضل. فبالتالي أكيد 100 وظيفة كان في لها زي الفلتريشن أو الفلترة، بحيث أنه نوصل للوظائف ذات الأعلى أهمية أو أولوية بالنسبة لكل قطاع. فمن 100 أو 100 بلس أو أكثر من 100 وظيفة، وصلنا في الآخر إلى 25 وظيفة. طبعاً ممكن أذكر منها أمثلة، ولكن القائمة كلها موجودة في التقرير بإذن الله. بس يعني على سبيل المثال عندي كان في تخصصات هندسية أو وظائف هندسية اللي هو مثلاً مهندس عمليات، كان عندي وظائف إدارية مدير مشاريع مثلاً، كان عندي وظائف تقنية مثال عليها سايبر سيكيورتي أو الأمن السيبراني، مبرمجين ومطورين تطبيقات، كان عندي وظائف خلينا نقول تحليلية، محلل بيانات على سبيل المثال، وكان عندي أكيد وظائف تخص مثلاً البيع والتسويق، موظفين مبيعات وموظفين تسويق. فكان الحقيقة في سبكترم، أو يعني زي ما يقولوا يعني الوظائف كانت موجودة على اختلافها، على اختلاف تخصصاتها، على اختلاف احتياجاتها في كل القطاعات. فالآن صار عندي 5 قطاعات، وبعدها تم يعني الخروج بقائمة بمية وظيفة، منها إلى 25 وظيفة. بعدها الحقيقة حاولنا نتعمق في كل واحدة من 25 وظيفة اللي هي 5 في كل قطاع، وبنينا زي ما تقول اللي هو بروفايل، جوب بروفايل أو بطاقات وظيفية، بحيث أنه تتضمن وصف وظيفي، تفاصيل أكثر عن الوظيفة، إيش المهارات اللي تحتاجها هذه الوظيفة، سواء كانت مهارات تقنية أو technical skills أو كانت مهارات شخصية أو soft skills. كان فيها المؤهلات اللي يحتاجوها الشباب عشان يقدروا يلتحقوا بهذه الوظائف. والجدير بالذكر أنه هذه الوظائف كانت على مستويات مختلفة، فكان في وظائف يعني تكون لحديثين التخرج، كان في وظائف إدارية أو ميدل مانجمنت، وكان في وظائف قيادية حتى يعني تم ذكرها. فكان في تنوع الحقيقة حلو في الوظائف اللي خرجنا فيها. طبعا بعد ما خرجنا بال 25 وظيفة تم التحليل أكثر بصورة أعمق من مستوى القطاع، بعدين الوظيفة، بعدين مستوى المهارات. حاولنا نتطرق لكل مهارة، كل وظيفة إيش المهارات اللي تحتاجها، نجمع. خرجنا بقائمة يمكن فيها أكثر من 50 مهارة تم بعدين برضو فلترتها وأعطائها أولوية بحسب منهجيات إن شاء الله موجودة في التقرير بتفاصيلها. بس الحقيقة الحلو إنه حسينا كان في إمكانية إنه يصير دمج، أو مش دمج، خلينا نقول كلاسترينج، أو نجمع نعمل مجموعات لهذه المهارات. فبالتالي خلال الدراسة خرجنا بثلاث مجموعات رئيسية للمهارات. المجموعة الأولى كانت اللي هي عبارة عن المهارات التقنية أو الرقمية. المجموعة الثانية كانت اللي هي مجموعة المهارات إدارة الأعمال أو بناء الأعمال عموماً، والمجموعة الثالثة من المهارات كانت المهارات الشخصية. وطبعاً أكيد تحت كل واحدة من هذه المجموعات كان في العدد، عدد يعني كبير من المهارات اللي يحتاجوها الشباب ليلتحقوا بهذه الوظائف. فيمكن هذه بصورة مختصرة نتائج أو النتائج اللي موجودة في هذه الدراسة اللي ممكن تطلع عليها إن شاء الله بتفاصيلها في التقرير. ممتاز. أنا لو تسمح لي بس دكتور بندر، لأنه يعني وسط ما شاء الله المحتوى الثري اللي كانت بتعطيه فاطمة، ما شاء الله الأخوان المتابعين شايف كثير منهم يعني كان مهتم وبيسأل، حابب يسمع القطاعات الخمس مرة تانية، وما شاء الله فاطمة أعطتنا معلومات كثير قيمة. فبس حابب أؤكد أنه بإذن الله في نهاية اللقاء حيكون فيه التقرير اللي موجود فيه كل هذه المعلومات، يعني ما تحتاجوا تشيلوا هم أنكم تكتبوها، بإذن الله بتكون موجودة. سبقتني أخوي حاتم، أنا كنت بقول الأخوان نفس الشيء، أنا شايف إنه في أنطمن المشاهدين حيكون الرابط معاكم في نهاية الحلقة إن شاء الله، وتقدروا تشوفوا كل التفاصيل هذه، الخمس قطاعات وتقسيمها. فيعني باختصار إحنا عندنا الآن 5 قطاعات، كل قطاع تم تحديد فيه 5 وظائف مختلفة،
وكل وظيفة فيها ما يسمى job profile أو ملف وظيفي مفصل عن تفاصيل أو احتياجات ومتطلبات والمؤهلات والخبرات المطلوبة في كل واحدة من الوظائف الـ 25 هذه اللي عليها الأولوية، بالإضافة إلى قوائم أطول موجودة في الدراسة عن المهارات بشكل عام، ما تحدكم على قطاع معين. عندي سؤال يمكن يعني الحقي لأختي فاطمة، هل هناك فرق بين التخصصات يعني الدقيقة عالية الاحتياجات والتخصصات العامة؟ حلو، سؤال جميل دكتور بندر. طيب بالنسبة للتخصصات هنا خلينا بس نوضح في فرق ما بين التخصصات والمهارات. التخصصات عادة تكون اللي هي تخصصات دراسية، قد تكون جزء من المؤهلات الجامعية أو الدراسات الأكاديمية. فهل اليوم في اختلاف في التخصصات والإقبال والطلب عليها في سوق العمل؟ نعم، وفي إقبال على تخصصات دقيقة، وحاطي منها مثال صراحة يعني مستحيل أنسى. كان في شركة من شركات التأمين اللي كانوا جزء من الدراسة ذكروا اللي هو الأكتويريال ساينس، أو أعتقد الترجمة الحرفية حتكون علم التخمين، ذكروا أنه هذا تخصص نادر الحقيقة ومش كثير من الشباب يعني يدرسوا هذا التخصص. بالضبط. فهذا كان واحد من التخصصات اللي الحقيقة ذكروا مدراء الموارد البشرية إنه اليوم مش موجود عدد كبير من الطلاب اللي اختاروا هذا التخصص الجامعي، وهو تخصص جدا دقيق. قد يكون اليوم الطلب عليه ممكن يكون 10 فقط نسبة، لأنه مثلا تخصص تحتاجه تحديدا أو يحتاجه تحديدا قطاع التأمين، بينما يمكن في المستقبل بالعكس يكون في له فرص في أكثر من قطاع. ففي المقابل عندي تخصصات يمكن ذات طلب عالي وتدرس اليوم، بمعنى خليني أعطيك مثال عليها. نقول تخصص التسويق، كان في أكثر من قطاع ذكروا الحاجة إلى موظفين أو أخصائيين تسويق. اليوم التسويق تخصص موجود في كل الجامعات وما شاء الله في عدد خريجين لا بأس فيه كل سنة، ولكن هل السؤال اليوم عدد الخريجين اللي موجود يكفي للطلب اللي موجود في سوق العمل؟ هذا اللي كنا نتناقش فيه مع مدراء الموارد البشرية، والحقيقة يقولوا إنه لسه ما زالوا يحتاجون إلى أخصائيين مثلاً تسويق بمهارات معينة وتأهلهم من إنه مش بس يدخلوا مجال التسويق أو وظيفتهم بل يتدرجوا فيها كمان. فنعم كان هناك في اختلاف بين التخصصات، كان في تخصصات جداً سبيسيفيك أو دقيقة، وكان في تخصصات أخرى ممكن تكون أعم وفي عليها في لها خريجين في سوق العمل. however لسه في فرق ما بين العرض والطلب في السوق. فأتمنى أن أجاوب سؤالك. طيب بشكل عام إيش أبرز الملاحظات اللي عندك أختي فاطمة عن طبيعة المهارات المطلوبة في سوق العمل اليوم عشان نلخص بشكل عام؟ طيب زي ما ذكرت أنا كان المهارات كانت موجودة على 3 مجموعات مختلفة، فكان في الطليعة أكيد المهارات الرقمية، والحلو أن المهارات الرقمية كانت ذكرت في أكثر من قطاع. المهارات الرقمية في لها يعني مهارات كثيرة، بس يعني على سبيل المثال البرمجة، هندسة أو software engineering، عندنا كمان اللي هو الوظائف الأمن السبراني، والعديد الحقيقة من الوظائف واللي تحتاج هذه المهارات في الدراسات. طبعاً في السابق كنا إحنا متعودين إنه لازم أنت تدرس في الجامعة وتتخرج بشهادة عشان تدخل هذا المجال، أما الآن أصبحت يعني هنا يجي الفرق ما بين الاختصاص والمهارة. هذه اليوم مهارات الواحد ممكن يكتسبها حتى لو ما كان في الجامعة هذا تخصصك، ممكن أنت بكورسات معينة ببرامج معينة تنضم لها، وحتى أونلاين الآن في أصبح كثير يعني sources موجودة أو مصادر موجودة للمعلومات. فبالتالي كان عندنا مهارات رقمية. كان في المقابل في مهارات تخص الأعمال زي ما ذكرت، إدارة المشاريع، إدارة التغيير، التسويق، المبيعات، يعني الحقيقة كان في العديد من المهارات في هذا الخصوص. ولا نغفل عن المهارات الشخصية اللي كان لها نصيب الصراحة يعني نصيب كبير في المقابلات، وكان في يعني صراحة ما حقول لك شكاوى، بس كان في ملاحظات كثيرة من مدراء الموارد البشرية إنه وإن توفرت التخصصات أو المهارات التقنية أحياناً الشباب يفتقدوا إلى المهارات الشخصية اللي مثلاً من ضمنها مهارات التواصل، التقديم أو العرض، مهارات التفاوض على سبيل المثال وغيرها. ويمكن يعني معلومة كان ممكن تكون كذا يونيك أو مميزة في قطاع
البيع والتجزئة تحديداً ذكرت من ضمن المهارات أو اللي مطلوبة مهارة تحليل الشخصيات أو حتى ممكن توصل لتخصص علم النفس، لأنه كان يذكروا أنه مهم أنا كبائع أو كمسوق أكون فاهم شخصيات الناس عشان بناء عليها أقدر أبني المنتجات اللي تناسبهم. فالحقيقة هذا كان يعني شيء مختلف، توجه مختلف حتى في المهارات اللي مطلوبة من الشباب اليوم، أنه لازم أنت تقدر تتفاعل مع الجمهور، لازم يكون عندك القدرة أنك تفهم الجمهور اللي قدامك وتقدر تتعاطى معه وممكن توصل له المعلومة أو تبيع المنتج أو تسوق له المنتج. فيمكن هذه بصورة مختصرة الملاحظات اللي كانت موجودة على المهارات. طيب بس تعقيب أخير، طبعاً أنا شايف إنه في يعني نقطة مهمة هنا، اللي إنه زي التخصصات الهجينة هذه اللي هي عبارة عن يعني خلينا نقول interdisciplinary أو تخصصات غير متوقعة في مجالات معينة، زي ما ذكرت المثال هذا ممكن تفيد. وأعتقد إحنا في رحلتنا الوظيفية، أنا شخصياً ممكن إحنا مرينا بمثل التجارب هذه، مهارات ما كان من المتوقع أنها تفيد، بعدين تيجي في مرحلة معينة من مشوارك الوظيفي وتحمد ربك أنك تعلمت شيء معين ما كان يمكن في وقتها يعني شكل ضروري. اليوم في كثير من الجهات توفر جهات يعني توفر تدريب داخل الموظفين. كيف ممكن أكاديمية مسك أنها تلعب دورها في هذا النطاق باختصار؟ ممتاز. طيب هذا كان حقيقة واحدة من الأسئلة اللي طرحت على مدراء الموارد البشرية في مختلف القطاعات. أكيد كان لازم نسألهم، هل أنتم اليوم توفروا تدريب على رأس العمل، أو حتى في كمان النموذج اللي هو التدريب المنتهي بالتوظيف؟ فكان في أكثر من نموذج الحقيقة، وكلها توصل في الآخر إلى أنه في جزء تدريب أو تأهيل للشباب إما قبل أو بعد ما يدخلوا الوظيفة. وبالفعل كان في شركات إجابتها بنعم، يوجد لديها نماذج مختلفة من التدريب سواء على قيد العمل أو قبله. وكان في جهات تقول لك لا، أنا اليوم ما عندي إمكانية، لأنه خلي بالك إحنا أخذنا عينة يعني حاولنا نستهدف الشركات الكبرى، ومع ذلك كان في تنوع في الشركات، فبالتالي في شركات كان عندها إمكانيات وخبرة ويعني سابقة، وفي شركات صار لها أكثر من 30 40 50 سنة في السوق، وفي شركات لا ممكن يكون لها 5 أو 10 سنين في سوق العمل. فبالتالي الشركات اللي لها خبرات طويلة وموجودة من زمان معانا، وهذه الشركات اوريدي عندها تدريب داخلي. طب انتم اليوم عندكم تدريب داخلي، كيف ممكن أكاديمية مسك تدعمكم؟ قالوا لنا احنا ما زلنا في يعني تخصصات دقيقة او مهارات دقيقة هذه يعني عندنا. وعلى سبيل المثال انا ممكن اعطيك من شركات الطيران في تخصصات جدا دقيقة، افيونكس انجينيرينج مثلا. هذا التخصص اليوم يعني لازم لابد أن يدرب في الأكاديمية أو في شركات الطيران، لأنه يحتاج نوع معين من التدريب والمهارات لتقديمه. بينما في المقابل نفس شركة الطيران ذكرت أنه مثلاً في وظائف اللي هو إدارة العمليات أو الأوبريشنز مانجمنت، فقالوا أن هذا اليوم إحنا بالعكس إحنا يعني نطمح أنه يكون في شراكة مع جهات أخرى ممكن ذات اختصاص على في هذا المجال، بحيث أنه يوفروا هذا التدريب للموظفين اللي موجودين عندهم. فكان عندهم الانفتاح على أنه يكون في شراكة مع جهات مثل مسك أو أكاديمية مسك، أنه يكون في تنسيق للتدريب في تخصصات وأشياء ممكن هم اليوم مش من تخصصهم أو مجالهم التدريب فيها، أو ما عندهم حتى الكفاءات اللي ممكن تأهل أو تدرب لها. نفس الشيء أو على الجانب الآخر عند الشركات اللي ممكن يكون أصغر، اللي أصلاً ما عندها أنظمة تدريب داخلية، كان يعني بالنسبة لهم فرصة جداً رائعة أن يكون في أكاديمية مسك موجودة لها خبرة في تدريب على مهارات أو تخصصات معينة تدعمهم فيها بتوفير هذا التدريب للموظفين. فكون إنه الشركة عندها يعني تدريب داخلي أو أكاديميات خاصة فيها، لا يغني عن دور الجهات الأخرى ذات الاختصاص تحديداً في تقديم التدريب اللي يحتاجه الشباب. ممتاز، أشكرك أختي فاطمة. وفعلاً يعني الأكاديمية دائماً زي ما قلنا في أحياناً لازم نتخذ قرارات صعبة عن وين إحنا نوجه يعني الـ يعني البرامج حقتنا، على أساس إن طبعاً تغطي كل المجالات شيء صعب، بس نحاول قدر الإمكان. وهذه من الأمور اللي إحنا خرجنا فيها من هذه الدراسة، إن نتعرف على المهارات اللي خلينا نقول تتقاطع مع أكبر قدر ممكن من القطاعات والتخصصات، بحيث ان احنا نخرج باكبر فائده
بتخصصات خلينا نقول لها انتشار كبير او عفوا مهارات لها احتياج بغض النظر عن القطاع والمجال. طيب انا الان خليني كذا اقلب الطاوله على المشاهدين الكرام، اسمحوا لي اني يعني اطرح السؤال التالي على المشاهدين الكرام عشان يصحصحوا معنا شوي. نرجو من الجميع المشاركة، مشكورين من خلال اختيار الإجابة المناسبة من وجهة نظركم طبعاً واللي بتظهر على الشاشة أمامكم الآن. ننتظر من الأخوان بالكنترول بس يحطوا لنا السؤال رقم واحد. جميل. السؤال: هل تعمل في مجال تخصصك الجامعي الآن؟ هل تعمل في مجال تخصصك الجامعي الآن؟ نعم أو لا؟ نعطيكم كذا 20-30 ثانية للإجابة. طيب أعتقد يكفي كذا أن الكل يكون متأمل أن الكل يكون شارك، وخلينا نشوف النتيجة أساس ممكن إحنا أيوة 72%، يعني سبحان الله. أوكي، فهذه أعتقد نتيجة، يعني قل لي يا حاتم هذه كانت نتيجة متوقعة ولا غير متوقعة؟ إحنا كنا فعلا متشوقين نعرف إيش حيكون إجابة الجمهور على هذا السؤال تحديدا. واضح أن الأغلبية يعني لا يعمل، وأنا أنا منهم الآن. أنا ممكن أقول لك أعطيك الأمثلة يمكن كثيرة، بس يعني very interesting. إيش رأيك بالنتيجة هذه؟ هي يعني حقيقة هي دقيقة جدا، يعني يمكن فاطمة تأكد على النقطة هذه. إحنا لما درسنا في الدراسة طبعا بعد ما حددنا القطاعات وال25 وظيفة الأكثر طلب في السوق، ونظرنا للباحثين عن العمل من الخريجين الجامعيين، لقينا بالضبط 73% عدم توافق ما بين الوظائف اللي في عليها طلب وما بين الباحثين عن العمل وتخصصاتهم الجامعية. فهو تقريبا احنا المتابعين مطابقين تماما لهذا لنتائج الدراسة، وفعلا موجودة هذه الفجوة. وانا هنا حابب أكد على نقطة يعني مهمة جدا، سواء يعني الإخوان الموجودين من الداخلين على المرحلة الجامعية والتخصصات الجامعية، أو أولياء أمور أو أخوان أو أقارب الأشخاص اللي داخلين على هذه المرحلة، صراحة توجيههم للتخصصات المطلوبة في سوق العمل مهم جدا، لأنه الطالب في هذه المرحلة ما بيكون عنده معرفة عالية، فتعريفهم بهذه التخصصات اللي عليها طلب هو دور مهم جدا. طبعا أكاديمية مسك مشكورة يمكن من خلال هذا التقرير برضو بتلعب هذا الدور بشكل كبير، وأنا شخصيا بإذن الله لما نطلع التقرير يعني هرسله لكل اللي أعرفهم مقبلين على مرحلة اختيار تخصص بإذن الله. ممتاز، تعم الفائدة بإذن الله تعالى، وهذا أملنا حقيقة. أنتقل للمحور التالي بس عشان ما يداهمنا الوقت. أنا معلش في نقطة بس واحدة دكتور بندر مهمة جدا كنت بأكد عليها برضو من خلال الأسئلة الموجودة للإخوان المتابعين، وهي يعني أعتقد من أهم نقاطنا للنقاش اليوم، وهي إنه يعني كنت أشوف كثير من الأسئلة: هذا التخصص مطلوب، هذا التخصص مطلوب، طب أنا تخرجت وعندي خبرة. نقطة أولى مهمة جدا، هذا التقرير وهذا اللقاء ليس موجه فقط زي ما تفضلت دكتور بندر في بداية اللقاء، ما هو فقط للأشخاص المقبلين على دخول الجامعة لاختيار تخصصاتهم أبدا، هو أيضا موجه لأي شخص سواء عنده 5-10-15 سنة خبرة وحابب يغير مجال عمل. فهذا أيضا مهم جدا يعرف إيش التخصصات اللي في عليها طلب عشان يحاول يتوجه لها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والأهم من وجهة نظري، جميع التخصصات يمكن 25 يمكن أنا برضو بأكد على نقطة فاطمة، ما بتكلم على التخصصات، بتكلم على المهارات المطلوبة لأداء العمل.
في التخصصات ال25 لا تعتمد على شهادة جامعية معينة. غالبيتها يستطيع الباحث عن العمل أو الراغب في تغيير مجاله الوظيفي تعلمها عن طريق دورات. فيعني والأمثلة من يعني لهذا كثير. يمكن تكلمنا على مهارة ال negotiation والكودينج والبرمجيات. نعم صحيح. في اليوم دورات والحقيقة أكاديمية مسك متقدمة هذه الدورات اللي هي بتأهل الباحث عن العمل إنه يعمل في هذا المجال بدون ما يكون مطابق لتخصصه الجامعي. فاليوم أي شخص اليوم موجود معانا حابب يدخل وظيفة غير تخصصه الجامعي أو في مجال عمل معين وحابب يغير, الخبر السعيد والمهم هنا إنه معظم هذه الوظائف لا تتطلب شهادة جامعية معينة, ممكن الحصول على المهارات المطلوبة لها من طريق الدورات. يبقى هنا الدور على هذا الشخص الباحث عن العمل أو الراغب في تغيير مجاله الوظيفي إنه يعني يبحث عن هذه الدورات ويأخذها ويشتغل على نفسه إنه يدخل على هذه المجالات. فلا مانع اليوم شخص, يعني أنا أعطي مثال, شخص اليوم بيشتغل في يعني زي في مجال المالية والمحاسبة وحابب يدخل مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ويتعلم برمجة, هذا يعني صحيح شيء بعيد عن مجال عمله الحالي ولكن ما مستحيل, وفي أمثلة على كذا كثير. ممتاز. وأنا تصديقا لكلامك, يعني باختصار إحنا في أكاديمية مسك عندنا قصص نجاح كثيرة شبيهة, إنه التخصص كان يمكن مختلف, وحتى إحنا في القبول التسجيل, في عملية القبول التسجيل طبعا إحنا حريصين على دائما التأكد إنه إحنا الشخص المناسب يشغل في يعني المقعد عندنا في قاعات التدريب أو الآن بشكل يعني virtual حتى عن بعد, بس إنه يعني متطلبات أو خلينا نقول المؤهلات العلمية عندنا ما هي متطلب عندنا في التقديم على أي دورة, سواء كانت حاسب, ما نقول لك لازم يكون عندك مثلا دبلوم حاسب آلي أو بكالوريوس حاسب آلي حتى تدخل هذه الدورة, رغم أنها في صميم ما يسمى الكمبيوتينج أو المجال الحاسب الآلي. هذه فعلا هي الفلسفة اللي احنا ماشيين عليها والتوجه في أكاديمية مسك لإعطاء الناس الفرصة لخلينا نقول إعادة توجيه مسارهم الوظيفي, وهذا بالعكس شيء جميل. صحيح. ويعني برضو يعني استحضرني هنا في اللقاءات ورش العمل مع القطاع الخاص, يعني كان في تأكيد كبير على المهارة وليس الشهادة, وفي فرق كبير. يعني اليوم وجود المهارة يعني أهم من الحصول على شهادة في مجال معين, ويمكن أكبر دليل على كذا في أكبر شركات التقنية في أمريكا حاليا بتوظف بدون وجود شهادة لكن بيعتمدوا على المهارة. فيمكن هذا الموضوع طرح مؤخرا. صحيح. فأنا بس بتجاوب برضو مع بعض الأسئلة اللي بتقول إنه فين تحصل على الشهادات. نعم. المهارة والحصول على هذه المهارة أهم من وجود الشهادة بحد ذاتها. ما بقول الشهادة غير مهمة ولكن نعم. التدريب على المهارة هو الأهم. صحيح. هذا فعلا شهدنا احنا الجدل هذا في مؤخرا في توظيف القطاع الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية. انتقل ارجع بس للتخصصات, انا اعرف الكثير من المشاهدين يعني يهمهم المحور هذا وودنا نعطي المحور هذا حقه في الوقت القصير. التخصصات الجامعية وتحليل الفجوة, من خلال الدراسة هل تمت دراسة الفجوة بين التخصصات في الجامعة وبين احتياجات سوق العمل؟ وش التفاصيل اللي ممكن تعطونا أو بعض الخلاصات عن هذه النقطة أختي فاطمة؟ أوكي. طيب أعتقد حاتم أعطانا كده introduction حلو على الموضوع. هي فعلا النسبة كانت 73%, بس خليني أرجع شوية لكيف إحنا بدأنا أو نعمل هذا التحليل. طيب إحنا لما عملنا أو بنينا 25 بطاقة وظيفية كان لكل بطاقة وظيفية أو كل واحدة من 25 وظيفة قائمة من التخصصات اللي ممكن تأهلك لدخول هذه الوظيفة. جمعناها كلها عملنا لها كمان مرة filtration وclustering وخرجنا بخمس مجموعات رئيسية للتخصصات الجامعية تحديداً اللي تأهلنا لهذه 25 وظيفة أو خلينا نقول وظائف المستقبل بحسب التقرير. طب إيش كانت هذه الخمس مجموعات الرئيسية للتخصصات؟ كانت عبارة عن مجموعة اللي هو تخصصات الرياضيات والإحصاء, المعلومات أو التقنية, كان في مجموعة ثالثة مجموعة تخصصات الهندسية,
المجموعة الرابعة كانت إدارة الأعمال، والمجموعة الخامسة واللي كانت interesting في الحقيقة هي مجموعة الفن أو الأرتس أو الأرت سكول أو كوليجز. فهذه كانت الخمس مجموعات الرئيسية اللي يحتاجها سوق العمل، يعني هذه التخصصات اللي إحنا فعلاً نحتاج نركز عليها أو الطلاب يحتاجوا يأخذوها بعين الاعتبار لما يجوا يقيموا أنا طالب ثانوي متخرج أو طالب الثانوي إيش الكليات أو إيش التخصصات اللي أنا المفروض أركز عليها واللي حتخدمني في أني ألاقي بعدين وظيفة في المستقبل. وطبعاً أرجع وأقول أهم شيء أن الواحد مش بس يختار الشيء اللي يناسب سوق العمل وإنما يناسب مهاراتك والاهتمامات اللي موجودة عندك. ولكن لما حللنا كم عدد الطلاب استخدمنا طبعاً البيانات الموجودة لدى هيئة الإحصاء ووزارة التربية والتعليم، ولما حللنا كم عدد الطلاب اللي يدرسوا هذه التخصصات مقابل التخصصات الأخرى كانت النسبة صراحة 73% من الطلاب في تخصصات من غير هذه الخمس مجموعات. بمعنى أنا اليوم عندي 73% من الخريجين الجامعيين أو مخرجات التعليم لا تتوافق مع الاحتياج الحالي واللي حيكون في المستقبل القريب أو متوسط المدى بإذن الله للوظائف. طيب هذا الموضوع وين يأخذنا؟ هذا الموضوع يأخذنا أنه اليوم في فعلاً حاجة أنه يكون في إعادة تأهيل اللي هي ريسكيلينج أو تطوير مهارات الطلاب الخريجين من تخصصات اللي هي غير الخمس مجموعات اللي ذكرتها. إذا كنت أنت اليوم تدرس في تخصص غير اللي أنا ذكرتهم هذا لا يعني أنه ما عندك فرص عمل، هذا لا يعني أنه أنت ما حتقدر تنافس في سوق العمل، كل اللي ينقصك القليل من التدريب أو بناء المهارات. طب أنا اليوم أي مهارات المفروض أبنيها؟ بكلها هتكون موجودة عندكم إن شاء الله في التقرير، بس أنا ممكن أذكر بعضها يعني أو ذكرت بعضها بالفعل. طيب اليوم هل في فجوة؟ نعم في فجوة، ولكن اللي حابة أضيفه إنه هذه الفجوة ضروري جداً إنه نتعامل معها اليوم بقدر من المسؤولية والوعي. ليش؟ لأنه يعني خليني أقول لك واحدة من الأمثلة اللي كانت كمان very interesting أو مميزة في قطاع التصنيع. كان في وظائف متعلقة أو تم ذكر وظائف متعلقة بالروبوتكس أو processing أو robotics process engineering، وهذا التخصص اليوم يعني إحنا ما كنا نتوقع أصلاً إنه نسمع في سوق العمل السعودي إنه إحنا وصلنا فيه شركات فعلاً توظف لهذا التخصص. فاتضح إنه لا، في شركات بالفعل يعني ما شاء الله سبقت وموجود هذا التخصص فيه له احتياج. فإحنا الآن نتكلم على تخصص حتى حول العالم هو نادر، ما بالك يعني في المملكة العربية السعودية. فبالتالي مهم وضروري جداً إنه إحنا اليوم يعني نتعامل مع التحديات اللي موجودة في فكرة إنه وجود فجوة ما بين التخصصات الجامعية أو الدراسية والوظائف والمستقبل وين رايح. فهذا بس تأكيداً لنقطة إنه هل اليوم في فجوة وكيف ممكن نتعامل معها. جميل، أعتقد هذا إحنا كذا تطرقنا للنقطة اللي كنا نبغى نعطيها عن اعتماد الوظائف، يعني هل تعتمد على التخصص ولا لا. وأعتقد يا أختي فاطمة أخوي حاتم أنت غطينا النقطة هذه، يعني طبعاً الوقت مختصر والحديث شيق، بس في هنا نقطة بس أحب أني أودي أوضحها أساس ما يكون في سوء فهم فيما يخص الفجوة ما بين التعليم وسوق العمل. أولاً هذه الفجوة إن صح التعبير ليست فريدة يعني عندنا في نظام التعليم العالي في السعودي، يعني الفجوة موجودة ملحوظة في مخرجات التعليم العالي وجامعات على المستوى الدولي. هذا أولا. ثانيا يعني ما أعتقد أنه من الإنصاف أنه نتوقع من الجامعات أنها تغير أو تكرس جميع تخصصاتها لمواءمة احتياجات سوق العمل. أنا بس أكون منصف لنظام التعليم العالي، ولا أعتقد أنه أصلا رسالة التعليم العالي هي مجرد تخريج قوة عاملة. هناك يعني رسالة أوسع تتعلق بتوسيع وتطوير العلوم والأبحاث بما يخدم الإنسانية بشكل عام. وإحنا كلنا يعني أصلاً أنا وإنتي وحاتم وكثير من أخو المشاهدين يعني إحنا كلنا تخرجنا واستفدنا بشكل ملموس من تجربة التعليم الحالي. أنا خريج مثلاً لغويات، دراسات لغوية، والتخصص هذا أضاف لي يعني الكثير وكان له دور رئيسي في تشكيل ملفي وشخصيتي الوظيفية. يعني إحنا اللي بقول أننا نحتاج خريجين في تخصصات الإدارة العامة والشريعة واللغويات والجغرافيا والتاريخ والأدبيات وكل يعني هذه لازم يعني هذه التخصصات كلها مطلوبة بلا شك. بالمقابل لازم نعترف، وهذا اللي بينت الدراسة يعني، أنه هناك عدم توازن خلينا نقول في نسب هذه التخصصات، وهذا هو اللي يسبب
يعني مو فجوة بس فجوات معينة مفروض إحنا نراقبها كجزء من استراتيجية في التعليم العالي أساس إحنا ممكن نحسن من الفرص الوظيفية عند الطلاب في المملكة العربية السعودية. طيب يعني أنا عندي الآن سؤال كمان ودي كذا أوجهه للجمهور مرة ثانية عشان إنه نعطيهم كمان فرصة يشاركوا معنا كذا في بشكل تفاعلي أكثر. لو الأخوان في الكنترول ممكن يعطونا السؤال الثاني لو سمحتوا، هل أو خلينا استنى بس أول شيء حتى يطلع السؤال على الشاشة وبعدين نقرأكم. ممتاز. هل سبق لك التسجيل في برنامج أو دورة تدريبية لتطوير مهاراتك الوظيفية؟ هل سبق لك التسجيل في برنامج أو دورة تدريبية لتطوير مهاراتك الوظيفية؟ نعم أو لا؟ طيب أعتقد الوقت كافي، خلينا نشوف النتيجة لو سمحتوا. نعم أوكي، يعني إحنا طبعا هنا ما شاء الله دكتور بندر جمهور أكاديمية مسك متميز جدا، يعني لأنه هو من أكاديمية مسك يمكن هنا عندنا ما شاء الله شهاداتهم كلها مجروحة الأخوان والأخوات اللي معانا الآن ما شاء الله، يعني عدد كبير جدا، وبالعكس يعني هذا شيء مبشر إنه كثير من المتابعين بيقوموا بذات دور يعني بشكل شخصي. وممكن أنا بس أعقب برضو على النقطة اللي أنت ذكرتها فيما يخص الفجوة، أنا أتفق معك 100%. أعتقد ما هو دور يعني جهة معينة لوحدها، دورنا إحنا اللي قمنا بهذه الدراسة، دور الأخوان المتابعين اللي تعرفوا عليها بمساعدة أخوانهم أقاربهم كل من حولهم على التعرف على هذه التخصصات والتدريب في هذه التخصصات. ما شاء الله نتكلم على قريبة 90% بياخذوا دورات عشان يقووا نفسهم في وظائفهم، فيعني مما لا شك فيه انه هذا النوع من المتابعين حيكونوا يعني حريصين انهم يعني يعرفوا كل من حولهم بالتخصصات اللي عليها طلب ودعمهم في التدريب عليها. جميل. طيب بعض الأسئلة الختامية لو تسمحوا لي، احنا عارفين ان الاقتصاد السعودي بشكل عام يعني فريد من نوعه نظرا لعدة معطيات، بس وش الصفات اللي تميز السوق السعودي، سوق العمل السعودي عن اسواق العمل الاخرى في العالم اخوي حاتم؟ طيب بصراحة دكتور بندر انا يعني يمكن يعني عندي يعني خبرة صغيرة نقول 10 سنين، ولكن آخر 3 سنوات كنت بعمل بشكل كبير على سياسات ومبادرات في سوق العمل. وبصراحة سوق العمل السعودي في بعض المميزات الفريدة من نوعها، ويعني مختلفة عن الأسواق الثانية بشكل كبير. أول شيء سوق العمل السعودي بيمر بتحول كبير جدا بسبب الرؤية وبرامج الرؤية والمبادرات القائمة. الآن يعني بنشوف برامج قائمة على بناء يعني بنية تحتية، على بناء القطاع الصناعي واللوجستي، قطاعات جديدة داخل في المملكة، وهذه بحد ذاتها بتخلق العديد من الفرص الوظيفية وفي مجالات ما كانت موجودة يمكن في السابق. فأنا يعني يعني يمكن أغبط الأخوان اللي داخلين على سوق العمل حالياً على كمية الخيارات الموجودة، يمكن بس نحتاج نبحث عنها بشكل دقيق ونتوجه لها. يمكن زي ما قلت لك هذا التحول ومعيار التحول بالنسبة للمملكة مقارنة بجميع الدول تعتبر من الدول المتقدمة جداً، وهذا ظاهر أيضاً على معدلات التوظيف السنين الأخيرة. يمكن لو طلعنا على آخر تقرير لهيئة الإحصاء، معدلات التوظيف في الربع الأول من 2020 طبعاً ما قبل الجائحة كانت أعلى وأفضل معدلات من 2016، وهذا شيء مبشر وبداية ثمرات التحول اللي بيمر به قطاع العمل في المملكة العربية السعودية.
وهذه يعني مرة تانية أكد فرصة ممتازة جدا، وحيكون في فرص أكبر بإذن الله خلال السنوات القادمة. جميل ممتاز. أنا بس بأخذ بعض الأسئلة الآن من الأخوة المشاهدين. أنا أعتذر، أنا مضطر أني أختصر بشكل كبير وأحاول أشوف الأسئلة المتكررة، ولازم أقول أنه أخواني أخواتي الأغلبية العظمى من الأسئلة أسئلة خلينا نقول أنها شخصية لحد كبير. طيب أنا كيف أدرس كذا وكيف أدخل؟ فنحن يمكن صعب أن نجاوب على الأسئلة الشخصية هذه، بس نرجو أكرر أنه التقرير إن شاء الله حيكون بين إيديكم وتستفيدوا منه بشكل هو مرجع، يعني هو يعني كقراءة اطلاع حيكون في أجزاء معينة قطاعات معينة ممكن تهمكم كمرجع للاستفادة، وممكن بإذن الله تعالى تجاوب على كثير من تساؤلاتكم اللي وردت في الـ Q&A. بس كان في سؤال من الأخ أنس محمد يقول: هل عندنا بالسعودية تتوقعون راح يكون في عندنا توظيف بناء على الإمكانيات والمهارات بغض النظر عن وجود شهادة جامعية أصلا؟ هل إحنا بدأ عندنا هذا النوع من التفكير أو التوجه في التوظيف؟ هل لمستم أنت الشيء هذا؟ يمكن هجاوب الجواب المختصر وأسلم فاطمة برضو، لأن بحكم إدارتها بعض ورش العمل. لكن أنا تطرقت لهذه النقطة اليوم زي ما يعني زي ما ذكرت سابقا، الشهادة مهمة ولكن المهارة أهم. يمكن ما وصلنا اليوم إنه تتوظف بالمهارة فقط بدون الشهادة، لكن في يعني تقييم الاثنين المهارة اليوم بناء على يعني مدراء التوظيف أهم من الشهادة. ممكن فاطمة برضو تقدر يعني تأكد على النقطة. يعني شكرا حقيقي أنس على سؤالك، بس عشان أطمنك أو على الأقل أحاول بقدر ما الدراسة تسمح لنا، كل المقابلات أو ورش العمل اللي كانت مع مدراء الموارد البشرية كنا نسألهم دائما هل إذا جاء شاب أو شابة لديه أو لديها المهارات تكتفون بذلك؟ قالوا لنا بالتأكيد، وبالعكس يمكن واحدة من الأشياء اللي كانوا يؤكدوا عليها أنه حب التعلم، كانوا جداً حريصين أنه قال لي حتى لو ما عنده خبرة، حتى لو شهادته مثلاً ما لها علاقة بالتخصص أو بالوظيفة، أنا أبغى شخص مستعد يتعلم على قيد العمل ويتدرب معايا وخطوة بخطوة يكون معايا ماشي. طالما أنه عنده حب التعلم بالعكس، ما كانوا جداً منفتحين لفكرة أنه الناس اللي تطور مهاراتها اللي تجيب شهادات اللي تتعلم أصلاً يعني تخصصات أو مش تخصصات، خلينا نقول تتعلم مهارات خارجة عن تخصصاتها، كانت جداً تكون يعني يقولون الحقيقة أنه هذا تكون إضافة حتى في السي في لما يعني يطلعوا على السيرة الذاتية للمتقدمين على الوظائف. كانت هذه الأشياء تفرق عندهم، أنه يحبوا يشوفوا أنه المتقدم على الوظيفة فعلاً يجرب يدخل في أكثر من جهة، يجرب هنا يتعلم هذه المهارة. يمكن زمان كان في perception أو تصور إنه الواحد لازم يكون ماسك تراك تخصص مثلاً 15 سنة خبرات دراسة مهارات بكله. الآن لا، الآن صار التنوع في المهارات، التنوع في التدريب، في الفكر حتى، في الخبرات شيء مهم ويؤخذ بصورة إيجابية لدى يعني مدراء الموارد البشرية. فبالعكس يعني أنا واحدة من الناس اللي شخصياً اشتغلت في قطاعات مختلفة، يعني 3 وظائف في حياتي إلى الآن، كل وظيفة في قطاع مختلف في اتجاه مختلف، تخصصاتي مختلفة جداً، الماجستير عن البكالوريوس، فيعني أنت لو شفتوا السيرة الذاتية حقتي كلها ما لها أي ارتباط ببعض، بس الحمد لله يعني لا لا لم يمنع ذلك من أنه أقدر يعني أدخل في أكثر من مجال ويؤخذ الموضوع بصورة إيجابية. فبالعكس، هل في توجه أن المهارات تكون أهم من الشهادات؟ الشهادات دائماً وأبداً حتكون مهمة بغض النظر عن أي شيء، ولكن المهارات أكيد أكيد الآن أصبحت تؤخذ بصورة إيجابية جداً عندما تكون متوفرة ومتواجدة لدى المتقدمين للوظائف. نعم، وهذه من الأسئلة المحورية اللي احنا تكررت شفتها في الشات كثير. يسأل عن يعني ظهر واحدة من الأخوات تقول أنه يعني هي محتارة من بين التخصصات والأشياء اللي هي، أعتقد هذه لازم تعتمد إلى حد كبير على ميولك واهتماماتك الشخصية. بس اللي ممكن نقوله أنه مهم أن يكون في على قولهم يعني كور، يكون في مهارة فنية معينة تكون هي الأساس، وبعدين ممكن تبني عليها. يعني إحنا ما ودنا أن الناس تفهم
أو المشاهدين يفهموا النصيحة بشكل خاطئ أنه الشهادة أو التخصص كتخصص غير مطلوب. لا، التخصص شيء مهم، وهو اللي يعني يعطيك المجال أنك يعني تتقدمي في مجال معين. تأتي بعدها إيش التفرعات والقدرة على اكتساب مهارات اللي تكلمنا عنها، اللي هي تتقاطع مع خلينا نقول التخصص، مجالات أخرى مفيدة بعضها قد يكون يعني غير متوقع. أنا مشاهدين الكرام وضيوفنا الكرام، إحنا الآن كده وصلنا إلى نهاية الساعة، وأنا يعني مضطر إني أنا أكون يعني على مسمى البرنامج اللي هو ساعة واحدة. الحديث شيق جدا، بس أطمن الجمهور إنه الكثير من التفاصيل موجودة يعني في الدراسة. مرة أخرى أحب أذكر مشاهدين الكرام إن الدراسة الآن متوفرة على موقع الأكاديمية، أكاديمية مسك. وخليني بس أدخل على الشات وأحط هنا إذا أقدر، لحظة معي. To all panelists and attendees. أيوة. Copy paste. أيوة، حطينا الأخوان already. At مسك أكاديمي. هذا هو رابط الدراسة. الدراسة بشكل سريع إن هي مقسمة في ملخص تنفيذي، في السياق والأهداف، في المنهجية المتبعة، بعدين تليها القطاعات المساهمة اللي تكلمنا عنها، الأدوار الوظيفية الأكثر طلب موجودة في قسم خاص لها، المهارات الأكثر طلب، طبعا نتكلم عن الوظائف ثم نتكلم عن المهارات في مختلف القطاعات والأدوار الوظيفية، التخصصات المتوافقة الجامعية يعني مع الوظائف الأكثر طلب، هذا كمان من الأقسام. وبعدين أنا بس ودي ألفت نظر وأنوه أنه نهاية في الملحق رقم واحد والملحق رقم اثنين تجيكم، بالذات أعتقد الملحق رقم اثنين حيكون في أدوار وظيفية مطلوبة. هنا يجي التفصيل عن الخمس قطاعات، وفي كل قطاع في خمس وظائف، معناها 25 ملف وظيفي، ما يسمى job profile. هذا أعتقد مفيد للباحثين عن عمل، مفيد جداً لجهات التوظيف والشركات اللي عندها تدريب، لأنها تشمل على المسمى، الإدارة، الخبرة، الغاية، المؤهلات، المهارات، الوصف الوظيفي والوظائف كذلك المشابهة، لأن أحياناً مسميات الوظائف ممكن تكون مشابهة، وهذا كمان شيء حرصنا على وجوده في ما يسمى job profiles أو الملف الوظيفي اللي موجود في الملحق في نهاية التقرير. الدراسة متوفرة باللغة العربية والإنجليزية، أتمنى من جميع مشاهدينا الاطلاع عليها ومشاركة الرابط مع الأهل والأصدقاء والزملاء المهتمين لتعم الفائدة بإذن الله تعالى. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفنا الكرام، أخوي حاتم جمال شريك في شركة Strategic Gears، وأختي فاطمة المبارك مستشارة في شركة Strategic Gears. شاكرين ومقدرين وجودكم معنا أخوي حاتم وأخت فاطمة، مو بس اليوم في هذا اللقاء، بس الجهد الجبار اللي بذلتوه معنا في الدراسة نفسها. يعطيكم العافية، وأسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذا العلم وهذا العمل بإذن الله تعالى. شكرا كذلك لفريق أكاديمية مسك على تنظيم وتنسيق اللقاء، والشكر موصول لكم يا مشاهدين الكرام. نتطلع لرؤيتكم قريبا في لقاء جديد من سلسلة لقاءات One Hour، ساعة نقاش مع أكاديمية مسك. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم.